اهلا بجديد مشاهدينا، تحيه تقدير ومحبه للزميله عفراء ولتيم قناه الشروق في نغم سوداني اللي رسم لوحه زاهيه من خلال سيره ومسيره الفنان مصطفى سيد احمد. جميل العطاء شفناه من قبل الشعراء، يعني ده بذكرني انه مصطفى سيد احمد علاقته مع الشعراء في الوقت ذاك متمسك الى الان مجذره حتى ما بعد ما ماتوا، هي علاقه شراكه مع علاقه عمل مجرد انتهائه بيتفضل الفنان والشاعر، فده جميل يحسب لفكرة البصمة الفنية بين الشاعر وما بين الفنان، ما حين على البسيط. زمان في وقت من الأوقات عند الجيل مصطفى سيد أحمد كانوا الشباب اللي ما بيستمعوا لأغنيات مصطفى سيد أحمد يحسبوا إنه هم قليلي الثقافة والنهل، يعني من معين أغنياته لأنه هي بجد كانت تعبر عن إحساس المشاهد والشعب السوداني. هي مجموعة فنون متصلة، والفن السوداني هو دائما يجمع الوجدان ويوحد ويحل كثير جدا من القضايا المجتمعية، يعني في قضايا محتاج انه نجيب عندها عن طريق الفنون وهي اقرب لوجدان المشاهد او اقرب لوجدان المواطن، ولكن قد تكون المنصات ومنصات السياسيين والقرارات هي ما بتصدر نوع من الاراء الفعلية على ارض الواقع، لكن محبة المشاهد للفنون اذا كانت مسرحية من الباب الاول، اذا كان مسرح عن طريق الشاشة او مسرح الشارع والجمهور، هو ممكن يحل كثير جدا من القضايا. ديل مالين مسرحية عكست كثير جدا من الجوانب المشرقة، نتابع الآن مشاهدينا ونعود نفصل أكثر في مرحاض ظلال الأصيل برفقتكم. البسها يلا بدي حرك ها حركه شديده ايوه ايوه
ولا ما تبيستها يا اخي. عين النظارة دي دقيقة تحرك. ها كده 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 كده. ايوه 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 شايفك. ها شايفك شايفك شايفك. شافني 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 ابو الزفت. معقول؟ معقول؟ ما معقول؟ لا 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 ما معقول ما معقول ابدا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا زهير. معقول لا 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 البيت ده اقصد الكهف ده كهف زون من الانسان الاول. امسك الحمل يا دكتور مع يدي يمين شايف. امسك. لا 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 معقول يكون كهف انسان؟ لا 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 ده كهف حديث. ايوه كهف حديث جدا جدا.